خبرت. معنا نجم الجميل اكرم حسني، نجمه الاعلامي اكرم حسني، بنرحب بيك في باباراتزي. اهلا وسهلا بيك، منورين. كلمني عن دورك في فيلم بنك الحظ، واشمعنى يعني اخترت برضو يعني اخترت فيلم بنك الحظ ان انت تشارك فيه؟ يعني لما اتعرض عليا فرصه اشتغل مع يعني منتج بحجم طارق العريان وموسى عيسى ومخرج بحجم احمد الجندي، ما ينفعش يبقى عندي اختيارات قوي. فاول ما عرفت ده اتفقت معاهم فورا واشتغلنا. مصطفى صقر ومحمد عز كاتبين سكريبت حلو جدا. التركيبه بتاعت تايسون وثروت وانا هي تركيبه تبدو في الاول غريبه، بس لما بدأنا نشتغل لقينا التلاتة هم لاقيين على بعض قوي. الأحداث مخليها كل واحد ماسك شخصيته. أنا بلعب دور عمرو، واحد من التلات شخصيات اللي بيسرقوا البنك. هم أصحاب على اختلاف ثقافاتهم وعلى اختلاف خلفياتهم الاجتماعية، بيقرروا يسرقوا البنك بطريقة غبية جدا. فجوه البنك وهم بيسرقوا بتحصل حاجة أو مفارقة، يعني بتغير الناس دي من حرامية لأبطال. فإن شاء الله تتفرجوا وتتبسطوا. طيب إيه اللي خلاك تلبس لبس الضفدع أو ماسك الضفدع؟ ده من ضمن المحاولات الغبية، لأن هم اعتمدوا عليا، كانوا عايزين نخش نسرق البنك فنلبس الماسكات السوداء. فأنا بدل ما أجيب الماسكات دي ما لقيتهاش، جبت دول. فدي من ضمن المحاولات الغبية علشان يسرقوا البنك، يعني ثلاثة داخلين بالشكل ده أكيد هيتمسكوا يعني. بس فدي من ضمن المفارقات يعني. بتفضل نفسك كإعلامي ولا كممثل؟ والله انا كل حاجه بعملها ليها حلاوتها، يعني بدايه من الاذاعه اللي هي بيتي اللي تربيت فيه. يعني انت اكتر حاجه بتفضلها اعلامي ولا كفنان؟ بتهيألي فنان هي اشمل، ممكن تخليني اعمل ده وده يعني. بس ميرسي لك جدا، ودايما يا رب يفتح لكم نجاح. شكرا. قدرت اقوى موقع فني في مصر.